أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزل العزيز الرحيم. لتنزل قوما ما أنزل ماءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في أغناقهم أغلالا فإلى الأطفال فهم مقمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشر بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا سلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. شفاءتهم شيئا ولا ينقذون. إني زل في بلال مبين. إني منتم بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت الناس واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع الذين مضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون.
وآية يوم الليل يصلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم إلى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أحملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتي من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكموه قال الذين كفروا للذين آمنوا منكم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهل يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شأة واحدة فإذا هم جميع الذين مغضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامطروا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلح اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمونا أيديهم وتكلمون أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أيديهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون من نعمرهم نكسوا في خلق أفلا يعقلون وما معناه الشعر ما ينبغي هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم فهم لها مالكون وذللناها فلهم فمنها ركبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغدرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا وناسي خلقه من قال من يحيي الجميع رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق من عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.